مما لا شك فيه أن التراث الإسلامي يوجد به العديد جدا من الاجتهادات الفقهية واجتهادات الرأي المنسية، وأعتقد أن هذه الفتوى من ضمن هذه الفتاوى التي يعني تأخذ بها المجالس الفقهية وتأخذ بها التشريعات في بعض الدول. والإسلام أقر استقلال الذمة المالية بالنسبة للمرأة من أول يوم تتزوج فيه الرجل، وبالتالي فلو أن المرأة ساهمت في تكوين ثروة الرجل فلها حصة تتماشى مع القدر الذي ساهمت فيه، ويكون ذلك خارج حصة الميراث، ثم ترث في باقي التركة. ومسألة أن يحدد لها نصاب بالنصف كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، هو يترتب على العمل التي قامت به، ومن الممكن إذا كان هناك رأيا تشريعيا أن يكون النصف هو الحد الأقصى كما سبق المشرع المصري، وأن أخذ برأي إذا مات الابن وترك أبناء قبل الأب فخرج برأي الوصية الواجبة، وكان ذلك 1942، وهي من التشريعات التي يعني اختص بها المشرع المصري. فمن الممكن أيضا أن يكون أن هناك حدا أقصى وهو النصف، ويكون هناك حسب مساهمة المرأة بالنسبة لحصة الرجل، وهذا الأمر لن يكون فيه مشكلة في هذا الوقت اللي موجود فيه الحسابات البنكية وبتبقى موجود فيه الشركات، ومن الممكن أن يعرف من أين أتى المال وإلى أين ذهب المال.